الظروف التي يعيشها الاتحاد الليبي لكرة القدم هل ستؤثر على منتخبنا الوطني؟ نحن في البداية أعلن عن أن هناك سياسة أو مشروع لتشبيب المنتخب، وبغض النظر عن نتائج سواتيني والكاميرون حتى قبلها كويس، لأنك أنت تشبب يعني كويس، عندك عذر وتبي تبني المستقبل، لكن بعد ذلك تم التراجع على التشبيب وقرت رحلة رأس السنة، أنا مسميها رحلة رأس السنة. شن تقصد بقى؟ أنت جاي في توقيت العالم، في العالم كله معطل، والعالم كله الآن يحتفل، وانت معطل وجاي داير في المعسكر. لا لا، كأنك تلمح احنا ماشيين يحتفلوا معك. انا يعني ممكن، انا قلت لك انا مانيش مع معسكر انت تبي ديره في راس السنه، الناس العالم كله يحتفل وانت ماشي. مبارك الله فينا احنا الليبيين، نحن ما عندناش ما نضيعوش الوقت، العالم يحتفل نحن نشتغلوا، احنا وندوز نديروا في معسكرات ونشتغلوا، هذا ما عندناش، عندنا تقديس الوقت رقم واحد. رقم اثنين، هاكم شويه لك انت ماشي حقيقه الكوميديا سوداء، ما تشوفها ما تشوفها من ما تشوفها من ما تشوفها من من الاداره، من الاداره الليبيه، من اداره المنتخب. ما نحكيش على التفاصيل، انا والله ما يهمني ما نختار ما نختار اللاعبين، لكن انت جيت بمشروع للتشبيب، كل الناس حتى اللي كان خايف من المشروع بعد المباراتين كسب ثقه، وانت ماشي خطوات كويسه. الان تتراجع، ما هو مشكلة الإدارة الليبية، قلت لك الإدارة الليبية دائما. ما هو أستاذ عبد الرحيم من بكري ترجع وتولي لي رأس العام والاحتفالات، كأنك تلمح على مشكلة انضباطية في السيستم تاعنا هيك من الأخير. صحيح، مش نلمح، أنا قلتها صريحة. يعني ما تسمع، يعني تقول اللاعبين ماشيين باش يسهروا، الطاقم لا 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 ماشيين لا 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 مش بالمعنى يحتفلوا. لا مش بالمعنى لا لا مش بالمعنى هي رحلة ترويحية. يعني أنا عندي دوري، وأنا السنوات الماضية العالم مرتاح وأنا نلعب في سداسي، يعني في المواسم السابقة العالم مرتاح، صيف العالم كله مرتاح، ونحن نلعب في عز الصيف في سداسي، ما زلت نكرر في نفس الخطأ، وما زال ندير في معسكر